يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الناس يعلمون أن الشرك حرام، لكنهم لا يعلمون أن ما يفعلونه هو شرك، وذلك لجهلهم. الشرك واضح، ما يحتاج إلى، ما هو بيجهل الشرك. الشرك هو دعوة غير الله، ذبح لغير الله، النذر لغير الله، الدعاء دعاء غير الله، والاستغاثة للأموات. هذا واضح، ما فيه لبس، إنه شرك، كل يعرف هذا. نعم. ويقول حفظك الله، يقول: وبعضهم عوام وكبار سن مداركهم. عوام وكبار سن سمعوا إن هذا شرك، سمعوه من الدعاة وفي الكتب وفي الإذاعات، سمعوا هذا، لكن ما يريدون التزحزح عنه، هؤلاء قامت عليهم الحجة. قامت على... إيش الحجة؟ يعني أنك تدخل الإيمان في قلبه؟ لا، الحجة أنك تبلغه، قد بلغته الحجة لكن أبى، ماذا تعمل معه؟ نعم.